🎵🎵 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البراءة المكرمين ومن سار على نهج إلى يوم الدين ثم أما بعد حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله عز وجل صفحة جديدة نبدأ على بركة الله مهمة عمل مهمة عمل هي لرجل سافر لمدة ثلاثة أيام يقول كلفت بمهمة عمل لمدة ثلاثة أيام وتركت فيها زوجتي وابني الطفل الصغير اللي عمره سنتين، وكان عمر زواجي كله ثلاث سنوات ولم اعتد ان اغيب عنهم لفتره طويله منذ زواجي ومنذ ان رزقت بهذا الطفل. وسافرت ومن اول ما وصلت الى البلد التي انا اريد ان اعمل فيها، اتصلت على زوجتي ما ردت علي، فبدات اقلق وقلت لعلها مشغوله او شيء، اتصلت مره والثانيه والثالثه، مرات كثيره وما تجاوب. اتصلت على والدتها اطمن على زوجتي، كيف حال زوجتي وابني؟ قالت له بخير هم بخير طب ما بيردوا يمكن في مشكله في التليفون او في شيء فاتصلت مره والثانيه والثالثه وفي اليوم الاول واليوم الثاني على هذه الحال فبدات كل الشكوك تساورني وقلقت وانا متضايق ايش اللي صاير ايش اللي فيه وما اعرف وكان عقلي غايب في كل مكان بل اني فكرت في كثير من المرات اقطع مهمه العمل واعود لإرى زوجتي وابني ايش اللي حصل لهم وهذا الحال استمر ثلاثه ايام حتى يوم عودتي من السفر رجعت وصلت من المطار طاير على البيت مستعجل فلما وصلت البيت ما فتئت أبدأ أدق على الباب وأرن الجرس بشكل فيه يعني قلق شديد جدا فتحت زوجتي الباب وجهها الآن ابتسامة منيرة مشرقة وبكامل زينتها استغربت أنا مدهوش وبعدين كيف حالك في شيء فقالت لا ما في أي شيء وبدأت الدهشة تتحول إلى غضب شديد وأنا متأزم كيف أنا أقول قاعد ثلاث أيام وأتصل أتصل وهي ما ترد علي وبعدين قاعد تبتسم هذه الابتسامة أمر عجيب فسألتها ما السبب في عدم الرد فقالت لي هل اتصلت على والدتك قالها نعم قالت له بسألك اتصلت على والدتك قالها لا ما اتصلت أنا اتصلت على والدتك أنت علشان أطمن عليك وعلى ابني وما رديت علي قالت له طيب كيف كان شعورك فكانما بدا يفهم كلا طبعا كنت بغلي كنت قلق جدا قال هذا او قالت لو هذا حال امك لما تنشغل عنها وما تتصل عليها كل الشكوك ساورتك وكل القلق اصابك لمجرد ان احنا ما ردينا عليك كم من الايام تترك امك بلا سؤال وبلا اتصال الا لما تفضى انت وتروح لها وهذا حال كثير منا للاسف ما يفكر في والدته اللي قد تكون في شقه بجوار شقته او في بيت بجوار بيته ما يفكر يروح له الا في اخر الاسبوع يوم الجمعه ويروح لها مع اولاده ومعه موبايله اللي اصبح شريك حياه كل واحد منا وقاعد يقرا جرايد او مشغول عن والدته طب انت جاي لها ولا جاي لتليفوناتك ولا جايب اولادك معك ولا تجلس مع امك اسال الله عز وجل ان يحفظ امي وامهاتكم وان يرحم من رحلوا منهم عن دنيانا هذه رسالة إلى صاحب كل قلب غفل عن والدته، إياك ثم إياك، هي باب الجنة المفتوح، باب الجنة المفتوح، باب الجنة المفتوح، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا في أمهاتنا بالبر والطاعة وأن يجمعنا معهم بعد عمر طويل وحسن عمل في الجنة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين، اللهم آمين. دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.